أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن تنمية وتطوير رأس المال البشري يأتي على رأس اهتمامات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائما أن الإنسان في الإمارات هو الثروة الأغلى ومحور مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه مؤتمر ميتا فيرس الدولي للموارد البشرية الذي عقد مؤخرا في دبي بتنظيم من شركة بلو أوشن في دبي.